طيب احنا بعد ما فهمنا الريفريجريشن والهيت بامب انها ازاي بتنقل الحراره من جسم بارد لجسم سخن عن طريق انك بتحط ورك، نقدر نتكلم على statement of the second law of thermodynamics الثانيه اللي هي اسمها Clausius statement. فClausius statement دي بتقول ان انا ما ينفعش اعمل جهاز النت افكت بتاعه يكون فيه سايكل، النت افكت اللي هي الحاجه النهائيه اللي بتعملها انها تاخد حراره من جسم بارد لجسم سخن، ما ينفعش. فده الكلوز ستيتمنت بتاع السكند لو. بمعنى ايه؟ ان انا لو عندي هوت ريزرفوار وكولد ريزرفوار ما ينفعش اعمل جهاز كل اللي يعمله ان هو ياخد حراره من هنا ويطلعها هنا بنفس القيمه يعني. لازم يكون في شغل يتعمل علشان يقدر ينقل الحراره من جسم البارد لجسم السخن. من غير الشغل، من غير ما يكون في ورك، ده يبقى ده مش ممكن، نوت بوسبل. وده اللي مكتوب هنا، it's impossible، ما ينفعش to construct a device زي كده that operates in a cycle بحيث انها ترجع لنفس النقطة produce no effect other than، هو ده الحاجة الوحيدة، ان transfer of heat from a lower temperature body to a higher temperature body. وده نفس الكلام بتاع الستيتمنت الأولانية اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت اللي اسمها كلفن بلانك statement of the second law. هناك كنا بنقول ان انا ما ينفعش اعمل هيت انجن بافشنسي 100% بحيث ان كل الحراره تتحول لورك. طيب واحده بتتكلم على كواليتي اللي هي ان الحراره والورك مش عند نفس الكواليتي، ودي بتتكلم على الدايركشن بتقول ان ما ينفعش الدايركشن تمشي في الاتجاه ده. بس هما الاثنين الحقيقه يعني ايكويفالنت، وهما الاثنين بيتكلموا عن نفس الحاجه، ممكن ما تبقاش واضحه الحكايه دي، بس خلينا نبص. شايفين هنا في الرسمه دي، في الرسمه دي انا عندي هاي تمبرشر ريزرفوار. بقول ايه؟ لو كان عندي يعني جهاز بيعمل فايوليشن للستيتمنت الاولانيه بتاعه كلفن بلانك، فبالتالي ممكن لو انا ينفع يعني ان انا اخد الكيو اتش من هنا واحولها كومبليتلي الى ورك، لو انا ينفع اعمل كده، لو ده بوسيبل، يبقى اذا الكيو اتش بتساوي الورك، تمام؟ فممكن اخد ده او ادخلها على ريفريجريشن. الريفريجريتور دي هتعمل ايه؟ هتاخد الورك دي عشان تنقل من اللو تمبرتشر اللي هو كيو ال، تطلع هنا الكيو للهوت ريزرفوار. طيب فالكيو دي هتساوي الورك بلس الكيو ال، ورك بلس الكيو ال، بس احنا الورك هنقول انها بتساوي كيو اتش بلس كيو ال. فبالتالي النت افكت هنا انا واخد كيو اتش ومرجعها تاني، مرجع اهي كيو اتش بلس كيو ال، فانا واخد كيو اتش ومرجع كيو اتش فاضل كيو ال، فالنت افكت هنا كاني اخدت هنا كيو ال وطلعتها كيو ال تاني للهوت ريزرفوار، وده ما ينفعش. فاذا لو انا عرفت اعمل حاجه ما تنفعش يبقى هعمل حاجه تانيه اللي ما تنفعش برضه، فهما اتنين ايكويفالنت. ان الريفريجريتور هنا ده عرف في النهايه ينقل لي من غير اي ورك، ليه؟ لان الورك بتساوي الكيو، فبالتالي كانسل مع بعض. فده معناها ان يعني ان الفايوليشن بتاع واحد بيؤدي الى فايوليشن ثاني، معناها ان التو ستيتمنتس ار يعني ايكويفالنت. وده يدينا برضو تصور ايه السكند لو. السكند لو بيقول ان في اتجاه طبيعي لانتقال الحراره، ما ينفعش يحصل بالعكس الا لو عملت شغل، وبالتالي برضو الشغل حاجة قيمة، فعشان كده ما ينفعش ان انت تحول الحرارة كاملة لشغل من غير ما تفقد منها. فهما الاثنين ده two statements of the second law of thermodynamics.